اسهل واخف طريقه رز معمر ممكن تعمليها، سهل وخفيف وبسيط على المعده وعلى القلب من غير اي دهون. احنا بس اللي هنعوزه معاها في الاكله دي قشطه ولبن وميه ورز وبس. ادي اكلتنا النهارده، الرز المعمر بابسط واخف طريقه. هنا الحله بتاعتنا موجوده معانا على النار، هنعمل ايه؟ هننزل معانا بكيلو لبن، ده كيلو لبن. ممكن بقى هنحط معاه حسب نوعيه الرز بتاعنا يا جماعه، الرز في مصر يعني خلاص بقى ما اعرفش فيه ايه. الرز بتاعي اما بحط له العقد بتاعه المظبوط بتاع الرز، ابص الاقيه لا عايز عقد تاني، احط العقد المره الجايه بيبقى زياده، ابص الاقيه عجن. طب انت مين يا عم، انت ايه نوعيتك بالظبط؟ فالرز دلوقتي بقى يعني لازم تعملي رز تكوني انت واثقه منه وما تغيرهوش ابدا. هنا الرز معايا اهوت 4 كوبايات رز ومعايا كيلو لبن، ممكن انزل بمقدار مثلا ايه من نص او كوبايه ميه ماشي، وبحط ايه على اللبن بتاعي هنا الميه بتاعتي يعني نص كوبايه او كوبايه على حسب نوعيه الرز، وبسيبه لحد ما بيغلي تماما. انا مش عايزه اي حاجه غير ان اللبن بتاعي يغلي، وبعد ما بيغلي بنزل بالملح بتاعي اللي هو الحياء بتاع الرز المعمر، بمعنى اني انا لو حطيت اي يعني اي حاجه دخلت في اللبن، اي مكون حطيته على اللبن وضفته عليه اللبن بيقطع وبيجبن. لا انا مش عايزه كده خالص، انا عايزه اللبن يغلي خالص وياخد السوا بتاعه على النار ويغلي تماما معايا، وبعد كده هطفي عليه واحط الحياء بتاعه. هنيجي بقى هنا للتركية بتاعت البريم او طاجن الرز المعمر اللي بيخلي معايا وش الرز المعمر احمر كده وحلو ويفتح النفس. ايه هو المكون ده؟ القشطه. احنا هنا بنحط القشطه يعني على قد ما بنقدر، بنفرد البريم كله بالقشطه او الطاجن كله اللي معايا بنفرد القشطه في قلبيه كده. انا هنا مش هحط له سمنه، انا مش هحط ولا زبده ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه غير القشطه بس معايا، هحطها في قاع البريم او في قاع الطاجن. هنا بقى احنا هنحط الملح بتاع اللبن، يعني احنا هنشوف الحياء بتاع اللبن، هنحط ايه معلقه كبيره ملح، ولو احتاجنا نحط تاني يعني من معلقه لمعلقه ونص ملح. انا هنا الرز المعمر بتاعي حادق مش حلو، يعني لازم يكون الرز العادي اللي احنا بنحيقه العادي بملحنا العادي. فهنحط ايه، نقلب ونشوفه كده اهو وندقه عادي، يعني نشوف الملح بتاعه حيقنا حسب ما احنا بنحب الملح في الحاجه عامل ازاي. احنا كده خلاص حطينا الملح وبنقلبه حلو قوي، دهنت القشطه زي ما احنا شايفين كده في قاع الطاجن، دهنت القعر بتاع الطاجن كله بالقشطه. هعمل ايه بقى؟ هنزل معايا ب4 كوبايات رز مش منقوع، مغسول مش منقوع، خلي بالنا هننزل كده بكميه الرز بتاعتنا. اسهل واخف طريقه رز معمر ممكن تعمليها وسريع. ننزل بقى عليه باللبن المغلي ونلف كده الحلة طول ما احنا ايه عشان اللبن يتوزع على الرز كله. تمام، احنا كده خلاص نزلنا اللبن بتاعنا على الرز بعد ما غليناه وحطينا الملح وحطينا القشطة في قاع الطاجن ونزلنا بالرز المغسول مش المنقوع وحطينا اللبن عليه. هنعمل ايه بقى؟ هنحطه في الفرن على 170 درجة على رف اللي في النص، بيقعد معانا ساعة او ساعة الا ربع بس، هو عشان يبقى مستوي ويدينا اللون الحلو والوش الاحمر لازم يقعد معانا ساعة. وادي طاجن البرز بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن، شكله روعة. انا يعني انتوا يعني الشكل يعني مش محتاج كلام، شكل جميل جدا، ويعني انا عايزة اقول لكم ان ريحته خطيرة بجد والله العظيم، اسهل واسرع اكلة. يعني انا بستخفه او بستسهله عن الرز ابو شعرية او عن الرز واحدة بواحدة. يعني انا بعمل ايه بقى؟ انا عندي عشان خاطر جوزي من البلد من طنطا ومن الارياف وحماتي وكده، فيقولوا دي السنة برام رز في الفرن، دي السنة معاه صينية بطاطس بالفراخ، فبتبقى عملت غدوة في وقت واحد. يعني الرز مع صينية الفراخ في الفرن بدل ما تبقى النار على الطاجن لوحده، لا انا هعمل بقى ايه، استغل الموضوع ده واستغل النار واعمل طاجن رز وصينيه فراخ بالبطاطس، بيبقى احلى غدا واحلى اكل. اديني دسيت الطاجن في الفرن وطلعته من الفرن، ان شاء الله باذن الله تجربوه بالطريقه دي لانه سهل جدا ومفيش اخف ولا اسهل منه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.